هي صور تعود لأول وآخر مرة احتضنت فيها الجزائر نهائية كأس أمم إفريقيا سنة 90، ومعها كان اللقب الوحيد للمنتخب الوطني في أكبر مسابقة كروية قارية بعد 24 سنة بالتمام والكمال. ها هي الجزائر تتقدم رسميا بملف ترشحها لتنظيم كان 2017 قبل أيام قليلة عن نهاية آخر أجل لتقديم الطلبات الذي حددته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نهاية شهر سبتمبر الجاري بعد فشل أو انسحاب الجزائر في الكواليس من سباق كان 2019 لمصلحة الكاميرون و 2021 لفائدة كوت ديفوار. الشارع الرياضي الجزائري بدوره عبر عن أمله في الظفر بنسخة 31 من الكان والتي يتنافس معها على مستوى التنظيم كل من مصر وغانا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزيمبابوي، خلفا لليبيا التي تقدمت باعتذار رسمي عن إقامة البطولة على أراضيها في وقت سابق نظرا لسوء الأحوال الأمنية. 2017 ما يكون غير الخير، ما يكون والو إن شاء الله، ما يكون تتنظم نورمال بيان، يعرفوا الجزائريين نظمون بكري، ما كاش تنظيم جامي صارت حاجه لا بريمير فوا. المهم ادوها لها يا اخو، الجزائر شرفت العرب وشرفت الافريقيا في كوب دي موند، المهم ادو لنا الكاس افريقيا 2017 حنا نظموها، عندنا بزاف ما نظمناهاش. نورمال ما اثرش على الاورغانيزاسيون تاع لا كوب دافريك باسكو لافير تاع ايبوسي سي با لا بريمير سي با لا دينير اون افريك، سي باسي بوكو دو شوز بوكو بلو غراف que ce qui s'est passé avec Ebossi. الشارع الجزائري أبدى ثقته الكاملة من تواجد اسم الجزائر في أحسن رواق رغم بعض الهزات التي تعرضت لها مؤخرا الكرة الجزائرية على غرار حادثة مقتل إبوسي ومشكلة الحكم بطام. إن شاء الله احنا نتمناو باش نضمها بإذن الله. دونك في بلادنا كاين ناقصين دي ستاد، ستاد ما كاش بزاف، شغل تعرف شغل خلاهم بزاف رشاو. المهم الجزائرية اللي اوتسو دو تو سا باسكو حنا في وقتنا واش كانوا يديرونا في الاكستيريور ولا جامي ما شكينا ما هدرنا ما والو. زعما ماما لا كوب دافريك هادي ماما تولي لالجيري باسكو شوم 90 وحنا نستناو فيها. ومن المقرر ان يعلن الكاف عن اسم الدوله المنظمه على هامش اجتماع اعضاء مكتبه التنفيذي الذي سيسبق انطلاق كاس الامم 2015 بالمغرب